السلام عليكم ورحمة الله. أطير للأحبة طير قلبي، أحمله الوداد والاشتياق، فقلبي قد غفى دهرا ولكن غداة لقائكم شد الوثاق. حيهلا بكم معنا يا من نجدد همتنا كلما التقينا بحضراتكم، حيهلا بكم معنا في لقائنا السياسي والسينمائي كما عودناكم وألواننا سبعة. نبدأ معكم بعد الفاصل. بعد أكثر من 64 عاماً على اغتصابها، أعرس الأمة فلسطين تنتظر قراراً من الأمم التي اتحدت وتناستها سليبة طلب العضوية لدولة فلسطين. حجم الخطوة ودلالاتها بعد قليل. وسط اهتمام بمجالات العطاء السينمائي وتدافع المنتجين والمخرجين على صياغة هوية الثقافة من خلال العمل الوثائقي، تحتفي تركيا بمهرجان الأفلام الوثائقية تحت عنوان ألف فيلم وفيلم. المهرجان وفعالياته بعد قليل في الألوان السبعة. بعد أكثر من 6 عقود على اغتصاب فلسطين، على جرح الأمة النازف الذي لا زال راعفا بالجراح، وأيضا ينتكئ كلما تذكرنا جرحا لأمة نابعة ومنتمية لهذه الأمة ممتدة الأطراف. حديثنا عن فلسطين لهذا المساء يتناول طلب العضوية في الأمم المتحدة، العضوية الكاملة، بعد هذه السنوات، بعد تغير كبير وممتد في المشهد السياسي العام، بعد الثورات العربية، بعد سلسلة الحروب التي تمت بعدما احتلت فلسطين. هل سيتم قبول الطلب؟ وماذا إذا رفض؟ كيف تقرأ تركيا المشهد؟ وما دلالات الإيجابية والسلبية في النجاح والفشل على هذا المشروع؟ قراءتنا لهذا المساء يشاركنا فيها الإعلامي والكاتب والصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى أحمد أزجان. أهلا وسهلا بك معنا أستاذنا في برنامج الألوان السبعة. أستاذنا الكريم، اسمح لنا بداية أن نعرض على مشاهدينا الأكارم تقديم طلب العضوية وموقف تركيا منه في تقريرنا المبدئي، ثم بعد ذلك نبدأ بالحوار. قدمت السلطة الفلسطينية طلبا للمجلس العام للأمم المتحدة يوم 23 من أيلول سبتمبر لعام 2011 عن طريق رئيسها محمود عباس. يتناول الطلب قبول دولة فلسطين المستقلة عضوا كاملا بالأمم المتحدة، ولأن الموضوع يتميز بحساسية كبيرة فإنه يتبع لاعتبارات دولية وإقليمية متعددة، أهمها الرد الأمريكي والإسرائيلي وعقبات الفيتو. هذا الطلب ليس الأول ولن يكون الأخير. منظمة التحرير الفلسطينية قدمت طلبا للمجلس العام للأمم المتحدة عام 1988 لأجل تحقيق الاستقلال، وقبل طلبها أكثر من 100 دولة من بينها تركيا. بهذه الطريقة تحولت إلى السلطة الوطنية الفلسطينية أولا، وبعد فترة أوسلو تحولت إلى السلطة الفلسطينية. ولكن هل يمكن تجسيد الاستقلال دون وجود دولة؟ تركيا أعلنت صراحة دعمها للمطلب الفلسطيني، ولكن التحديات التي تواجه التصويت على القرار لا زالت جاثمة، وأهمها الرفض الأمريكي والتعنت الإسرائيلي، وذلك نظرا لما يمكن أن يترتب عليه الحصول على العضوية الكاملة من إشكاليات أهمها إمكانية ملاحقة إسرائيل على جرائمها دوليا. ما هي الموانع أمام كون فلسطين دولة تتمتع بالعضوية الكاملة وباستطاعتها التصويت في الأمم المتحدة؟ كيف ستتم العملية؟ هل سيعتمد التحديد على حدود عام 1967 أم على حدود عام 1948؟ وهل سيقبل الشعب الفلسطيني بأطروحات مجزوة؟ وما هو قرار التيارات السياسية التي لم تشارك في هذه الخطوة؟ وما هو مصير 7 ملايين مشرد فلسطيني؟ متى ستتوضح أجوبة هذه الأسئلة وشبيهاتها؟ هذه الأسئلة وشبيهاتها يسعدنا أن نطرحها على ضيفنا العزيز الكاتب والصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى أحمد أزجان. أستاذنا الكريم، لنبدأ بطلب العضوية.
لنبدأ بالتوقيت والدلالة، ما دلالة أن تتقدم السلطة الفلسطينية بطلب عضوية كاملة في الأمم المتحدة برأيك؟ أعتقد لماذا هم اختاروا هذا التوقيت؟ أعتقد هناك ثلاثة أجوبة لهذا السؤال. أولا طبعا شعبيا كان هذا التصويب يعني في محلها، ولكن دوليا لا، على أساس لم يتغير دوليا شيئا كثيرا في اليوم. ولكن أعتقد أن الربيع العربي أيضا كان من محددات لطرح هذا الموضوع من جديد مجددا. لماذا؟ يعني أعتقد قبل أن ينتقل الربيع العربي إلى رام الله، أراد محمود عباس تجديد شعبيته من خلال هذا الطرح على ما يبدو يعني. لذلك أنا لا أرى أن هناك شيء جديد ويعني يحفز لإعلان ولادة الدولة الفلسطينية، لأن الدولة الفلسطينية منذ سنوات أو أكثر من عقود، عقدين أو ثلاثة عقود، في سلة المهملات كما يسمى. حتى الآن لم يخرج من سلة المهملات، هناك طروحات عديدة، حتى تركيا تتبنى طرحا من هذه الطروحات هي أن تعطى لفلسطين دولة مراقبة فقط. دولة المراقبة لا تكفي بالنسبة للقضية الفلسطينية. يعني أنا أعتقد هناك مشوار طويل حتى لولادة الدولة الفلسطينية، لا بد أن يتغير مناخ الدولي لصالح الفلسطينيين. حتى الآن لا نلامس أن هناك تغيير جذري، تغيير مطلوب في الساحة الدولية. نعم، عندما قام يعني الرئيس الفلسطيني، اسمح لي هنا بمقاطعتك أستاذنا، بإلقاء كلمتي، كان هناك تصفيق من كثير من الدول. هل هذا التغيير الدولي أم أنه مجرد إجراء شكلي من بعض الدول في يعني تأييدها للقضية الفلسطينية بشكل عام؟ نعم، كيف تقرأ لنا هذا الدعم حقيقة؟ يعني هناك يعني دول كثيرة صفقت للموضوع، وهناك دول انحازت لهذا الموضوع، وهناك دول توافق على هذا الموضوع. نعم، وهناك دول أخرى لا توافق، ولكن هناك الفيتو الأمريكي، وهناك الاعتراض الإسرائيلي، وهناك اللوبي الضاغط على المجتمع الدولي. هناك من يقبل وهناك من لا يقبل، هناك من يصفق وهناك من لا يقبل هذه المعادلة برمتها. كيف تقرأ لنا المشهد؟ هل التغيير حقيقي؟ أنا أريد أن أذكر وأذكر كلمة أو مثال. كان أيام مقتل شهادة حسين رضي الله عنه، كان هناك بعض المؤيدين لحسين رضي الله عنه في صف مقابل، سئل لماذا أنتم كنتم في صف حسين رضي الله عنه ثم انتقلتم إلى صف معارض؟ قال والله صيوفنا مع يزيد وقلوبنا مع حسين رضي الله عنه. يعني المصفقون حقيقة قلوبهم مع الدولة الفلسطينية، ولكن إراديا سيوفهم مع إسرائيل. سيوفهم مع إسرائيل. نعم. حتى مثلا إذا نظرنا إلى الدول العربية قاطبة، هم يؤيدون يعني وجدانيا، يعني ضمائرهم تؤيد ولادة الدولة الفلسطينية. ولكن يعني إذا أخذنا باعتبار مواقف حسني مبارك وغيرهم من الزعماء المخلوعين، ربما كانوا يتمنون إقامة الدولة الفلسطينية، ولكن إذا كانت ثمن قروشهم لا. كل شيء له حسابه عندها. كل شيء له نعم. حسابه. وفي هذا الإطار ألا ترى أن الربيع العربي غير جزء من المعادلة ولو في منطقة الشرق الأوسط؟ بمعنى الآن سقطت أنظمة وبتنا نشهد تحركات شعبية وحزبية جديدة، هناك ضغط على حتى الحكومات القائمة والمجازر العسكرية التي لا زالت تحكم في مصر وتونس نعم. وغيرها، هناك ضغط شعبي أننا نريد تغيير عملي وفعلي وحقيقي وليس فقط مجرد شكليات. هل يغير ذلك من طبيعة التفكير العربي في هذه القضايا؟ صحيح، هذا يغير طبيعة المناخ الإقليمي والسياسي كذلك. بقاء إسرائيل حتى إلى يومنا هذا كان بسببين فقط. السبب الأول دعم أمريكي غير المشروط، إلا بحبل من الله وحبل نعم من الناس. من الناس، صح، غير المشروط بالنسبة لإسرائيل، وأيضا أنظمة القائمة المستبدة في العالم العربي. هذه الأنظمة القائمة المستبدة بالعالم العربي في العالم العربي كانوا يعتمدون لمظاهرة وتأييد أمريكي وتأييد بريطانيا وتأييد الدول الغربية، لأن هم أقاموا هذه الأنظمة بعد انهيار الدولة العثمانية، بعد الحقبة الجديدة،
بعد انهيار الدولة العثمانية. الذين قاموا هؤلاء الحكام هم بريطانيا ثم الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هم راهنوا لبقائهم فقط على الاعتماد ليس على شعوبهم ولكن إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى بريطانيا. لذلك أنظمة المستبدة كان دعما لإسرائيل، حتى قيل كانت هناك في بريطانيا المجلس الإسلامي واحد باكستاني لا أتذكر اسمه، ولكن قال أن الأنظمة القائمة في الدول العربية دروع لإسرائيل، دروع إسرائيل. هذا توصيف سياسي ربما يعني يراه البعض. أستاذنا الكريم، كليم صديق هو الذي قال أن الدول الجوار بالنسبة لإسرائيل تمثل دول طوق حامل لها وليس ضدها، دول الطوق نعم، كان يقول أنهم كانوا ضروع بالنسبة لإسرائيل. جيد، فلسطين تقدمت بالطلب وتركيا دعمتها. نعم، أولا تركيا دعمتها أثناء يعني اتفاقية أوسلو، وحتى قامت السلطة الوطنية الفلسطينية يعني بمسمى اتفاق أوسلو في إطار جغرافي معين وضمن اتفاقية معينة. اليوم تركيا تدعم طلب فلسطين وحصولها على العضوية الكاملة. ما دلالات حصول فلسطين على العضوية الكاملة؟ طبعا قبل أن أدخل أخوض لهذا الموضوع يعني برمتها، ولكن أقول لابد أن يتغير المعضلة القائمة في الدول العربية في العالم أيضا. لابد أن تكون هناك تكاتف، أن تكون هناك تكتل يعادل التكتل الغربي. ما لم يقم هذا لا يمكن إقامة الدولة الفلسطينية، لو يقوم يكون زائفا يعني الدولة الزائفة ليس حقيقية. يعني ربما الدولة الزائفة ربما يتلقى بعض الدعومات دعامات من الغرب والشرق، ولكن هذا هل يطمن الفلسطينيين؟ لا أعتقد ذلك. بالنسبة لموقف تركيا، كان موقف تركي مبدئيا كان مع الدولة الفلسطينية، لأن الدولة الفلسطينية دائما في صالح إسرائيل، لأن هذه الدولة ستغير الموازين لصالح المنطقة ولصالح تركيا. لذلك من البداية حتى أيام أوزال، قبل أيام أوزال، كانت هناك محاولات لإقامة الدولة الفلسطينية. في كل المحاولات تركيا كانت دائمة لهذه الدولة الفتية الفلسطينية. حتى في يومنا هذا حزب العدالة والتنمية، حكومة العدالة والتنمية، دائما تضم الدولة الفلسطينية بغض النظر من الشعب الفلسطيني. نعم بغض النظر من يحكم فلسطين، فقد تأييدا للشعب الفلسطيني لحقها في تقرير المصير. لذلك تركيا كدولة إسلامية، طبعا كدولة مسلمة يعني كدولة مسلمة كشعب مسلم، دائما يظاهر الدولة الفلسطينية أو إقامة الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. جيد، قبل الطلب، ما الانعكاسات على القضية الفلسطينية في حال قبل الطلب في الأمم المتحدة؟ نعم، بالعضوية الكاملة. نعم، إذا كانت طبعا تقبل عضوية الكاملة، هذا يعني أن هناك تغيرات الجذرية في المجتمع الدولي، في السياسات الدولية، في الساحة الدولية. يعني هذا هنا قد قامت هناك كتلة إسلامية كبيرة، تكتل إسلامية كبرى جدا. أنا لا أتصور اليوم، ولكن خلال القدون، خلال عقد كامل يعني ما بين 10 سنوات أو أكثر قليلا، ربما ستقوم دولة الفلسطينية، ولكن دولة فلسطينية سليمة ليس مزيفة كما ذكرت ذلك. لابد أن يتغير هذا المناخ، يتغير هذه المعادلة. الآن اليوم لا، إذن لو قامت هذه الدولة المنشودة دولة الفلسطينية، هذا يعني أن قد حصل التغيرات في الساحة الدولية رأسا على عقب. جيد، الغرب هو من زرع إسرائيل في فلسطين، هذا يعني يتفق عليه الأعمى والبصير كما يقال. أمريكا وبريطانيا وفرنسا، يعني بريطانيا سمحت لها بالوجود، أمريكا دعمتها بالفيتو والمال والسلاح، فرنسا زودتها بالمفاعل النووي عام 59. نحن نتحدث عن أن الغرب هو الذي أوجد إسرائيل، نظام إسرائيل في فلسطين. الآن حصول فلسطين على العضوية الكاملة معناه حق فلسطين في طلب عقوبة إسرائيل على كل جريمة ارتكبتها في فلسطين، وجرائم إسرائيل لا تنتهي في فلسطين. صحيح.
هل يقبل الغرب بمثل هذه المعادلة؟ لا، ولا الغرب ولا إسرائيل يقبل هذه المعادلة، على أساس مثلا مجرد اعتذار لم يقبل إسرائيل من تركيا. يعني لو كان قد اعتذرت لتركيا، وتركيا أقوى لصالح إسرائيل. نعم. أقوى، نعم، لصالح إسرائيل، لأنهم يحتاجون لدعم تركيا وعلاقات تركيا. كما ذكر اليوم مثلا وزير الدفاع الأمريكي، قال إسرائيل تعزل نفسها في المنطقة بإبتعاد عن تركيا، أو إبتعاد تركيا عن إسرائيل وكذا. بعد الربيع العربي مصر طبعا يستنكف عن العلاقات المتينة مع إسرائيل، هذا يؤدي إلى عزل إسرائيل في المنطقة. يعني لو كانت قد قدمت إسرائيل لكان أحسن لها بالنسبة لعلاقاتها مع تركيا. لو لم تعتذر من تركيا، هل تعتذر عن دول الباقية؟ لا، هي لم تعتذر لتركيا، وتركيا دولة قوية وفاعلة في المنطقة. صحيح. لماذا تعتذر لأناس لا تعترف بهم أصلا كشعب الفلسطيني؟ لا، كان عندهم حقيقة همجية جدا في تصرفاتهم، وارتكبوا حماقات كثيرة جدا في السابق. لما لم يعتذروا حتى مرة واحدة، لا من مصر، فقط هناك تراجع ليس اعتذار، يعني تراجعات لمصالحهم فقط، لإبقاء على مصالحهم، ولكن ليس هناك اعتذارات من تركيا، من مصر، من دول أخرى. طيب. إذن يعني إسرائيل لا تتراجع أو لا تعتذر، لا من فلسطين ولا من الدول الأخرى. إذن المعادلة قائمة فقط على القوة. يعني لو تظهر هناك تكتل لديه قوة كبيرة تواجه قوة إسرائيل ومن يدعمها، في هذه الحالة طبعا سيتغير الموازن. فإلا لا، إذا تبقى مثلا هذا لاختيار إسرائيل، إسرائيل لا تختار السلام ولا التنازل عن الأراضي الفلسطينية ولا التراجع ولا التنازل عن الأراضي العربية وغير ذلك. وتنازلت عن مصر لتأسيس السلام مع مصر، حتى مصر تبتعد عن محيطها الإقليمي، عن العرب. صحيح، رشوة، يعني قدموا رشوة لمصر. حتى كان طبعا سيناء، جزيرة شبه جزيرة سيناء، كانت لمصر ليس لإسرائيل. يعني أعطوها حقها وأعطوها جميلة فوقها، لم تقدمها لعيونها كما يسمى. يعني أستاذ الكريم، اسمح لي هنا أن أقاطعك لنقرأ سويا خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة. رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما وقف كان خطابه يمتزج بصفتين. الأولى بدأ هجوميا. صح. متمرسا متعنترا إلى درجة كبيرة جدا، ثم انتهى وكاد أن يبكي. هو تحدث يعني ظنه بالتوراة وما هو موجود فيها، وهذه الأرض الموعودة، وشعب الله المختار، وغيرها من العبارات التي يعرفها القاصي والدهني الآن. لكن كان خطابه مميزا وفيه سمة الضعف، سواء في حالة الهجوم أو في حالة استجداء العواطف. صحيح. هل هذا بسبب فشلهم في اقتلاع جذوة العزيمة عند الشعب الفلسطيني، أم بسبب الثورات العربية التي هي متدحرجة بطبيعتها، أم خوفهم من قادم الأيام تحديدا؟ لديهم خوف عن المستقبل، هذه حقيقة. كانت هناك هجرة لإسرائيل، الآن حدثت أو بدأت هجرة مضادة بالنسبة من إسرائيل إلى الدول الغربية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى كندا، هذا معروف جدا. لذلك مقومات البقاء بالنسبة لإسرائيل زائلة جدا، وهم يرون رأي العين، رأي العين، هذه الحقيقة، يلامسونه. ولكن هناك تيت، يعني كان فرحان، يعني في بداية الحديث كما ذكرتم كان فرحان جدا، على أساس أوباما كان قد أيد إسرائيل تأييدا مطلقا، على أساس طبعا هناك انتخابات الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأوباما يراهن نفسه لتجديد الرئاسة، لذلك هو مرتبط بهم ويحتاج لدعمهم، لذلك أيد إسرائيل. لذلك كان هو يعني نتنياهو فرحان. لذلك قيل عن شو اسمه، قيل عن أوباما، عن موقف أوباما نتنياهو، يعني كأنه يتصرف كما يتصرفه نتنياهو. لذلك فرحه مرتبط بموقف أوباما والولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر، ولكن استياؤه أيضا مرتبط بموقف الدولي،
موقف الدولي مع دعم الدولة الفلسطينية. كانت مثلا سابقا ببداية حدوث دولة الإسرائيلية أو ولادة الدولة الإسرائيلية كانت هناك تهييت ومظاهرات مثل ما كان مثل ما حصل اليوم بالنسبة للدولة الفلسطينية. إذا يزول دعم لدول العالم أو المجتمع الدولي من وراء إسرائيل، يعني ينصهب دول العالم من وراء إسرائيل ويتكاتف وراء فلسطين يوما بعد يوم. وهذا ولكن تأييد ودعم الولايات المتحدة الأمريكية غير مشروط وبريطانيا وغير ذلك لا يكفي مستقبليا. لذلك يرى نتنياهو أن مستقبلهم خاسر، لا مستقبل بالنسبة للدولة الإسرائيلية. إذا يعني لديهم أمل كبير، أمل ضعيف، وليس لديهم أي أمل بالنسبة للمستقبل. يعني يتغير موازين الدولية الآن ولو نفسيا وراء فلسطين ليس وراء إسرائيل. إذا يعني أيام إسرائيل محطوطة جدا، وهم يدركون ذلك. وهذا ما صرحت به تسيفي ليفني يعني رئيسة المعارضة في الداخل يعني الفلسطيني المحتل، عندما قالت أن هناك انهيار في المنحنى، ليس صحيح نزول وإنما صحيح انهيار في المنحنى، صحيح، وإسرائيل الآن تعزل نفسها بنفسها. هذه قراءة من الداخل الإسرائيلي، من الداخل نفسه. هناك كاتب في نيويورك تايمز شو اسمه توماس فريدمان، هو كتب مقالة قبل نصف شهر، قال يزول هناك مقومات إسرائيل في البقاء. قال علاقة إسرائيل مع مصر ليس جيدة، السفراء قد سحبت من ثلاث دول، طبعا هرب من مصر سفير إسرائيلي من مصر، وأيضا هرب من الأردن، وأيضا طرد من تركيا. هذا دلالة كبيرة جدا على بقاء إسرائيل. حتى ألون ليال هو كان مستشار في الخارجية الإسرائيلية قال إسرائيل بدأ يفقد علاقاتها مع العالم العربي والإسلامي. كان بن غوريون كان يريد إقامة علاقات متينة مع العالم العربي، ولولا علاقات متينة مع العالم العربي والعمق الاستراتيجي إسرائيل لا يستطيع أن يعيش في هذه المنطقة. صحيح. كما حدث في أيام حروب الصليبية، الصليبيون لم يتمكنوا التوكل في هذه الأراضي وتأسيس علاقات جيدة مع الدول العربية والإسلامية، لهذا السبب هم انهاروا وانسحبوا من المنطقة. نفس الإشكالية ينتظر لإسرائيل. نعم أستاذ الكريم، اسمح لي أن أقاطعك لأن الوقت بدأ يداهمني، وهناك سؤال مهم جدا. في حال رفضت العضوية الموجودة، هناك فرنسا تقدمت بطلب منح فلسطين كخطوة يعني لإنزال السقف عما هو أصلا يعني موجود لدولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة، والرباعية الدولية كان لها قرار يعني بالأمس واليوم، هم يدعون الفلسطينيين والإسرائيليين إلى التفاوض حتى لا يتم الموافقة. لنفترض جدلا أنه لم يتم منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ما دلالات هذا الفشل السياسي برأيك على القضية الفلسطينية؟ هذا قضية الفلسطينية قضية منسية، يعني منسية عند من؟ منسية عند الغرب، ومنسية عند بعض دول الشرق، قادة العرب وقادة المسلمين، هم يعني نسوا قضية الفلسطينية. هل ماتت عند الشعوب العربية والمسلمة؟ لا 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 أبدا. وهناك طبعا هناك احتمال جديد، هناك أمل جديد انبثقت عن الربيع العربي، انبثق عن الربيع العربي. لذلك هم أعتقد للتغلب على هذا بادرة محمود عباس لهذه المبادرة، يعني تأسيس دولة الفلسطينية. لذلك خوفا من شو اسمه اندلاع الثورة العربية أو ربيع العربي أيضا في فلسطين، تحسبا لهذا أعتقد أنه بادر بهذه المبادرة. ولكن أعتقد نعم هم أيضا هم ينسون قضية الفلسطينية، يعني الدول الغربية، ولكن شو اسمه من خلال الربيع العربي وغير ذلك يفرض القضية نفسها على العالم وعلى المنطقة وعلى إسرائيل. يعني ليس أمام إسرائيل والدول الغربية إلا خيار الدولة الفلسطينية، هم يماطلون ولكن إلى متى؟ لن يستطيعوا بهذا.
بهذه الرؤية يعني دعنا يعني أستاذ مصطفى أحمد أوزيان نختم هذا اللقاء وهذه الحوارات يعني دعني أسميها أو الاستفسارات التي تم طرحها على حضرتك. ربما هناك كثير من الأسئلة العالقة فيما يتعلق بقضية اللاجئين ما قبل القبول أو الرفض في الأمم المتحدة، ربما قضية الأرض والحدود في الرابع من حزيران عام 67 أو 48، دلالات هذه الأسماء والمصطلحات، القدس الشرقية أو الغربية أو القدس كاملة، هذه الدلالات والأسماء والمصطلحات ننتظر يعني تحققها أو تحرك سياسي إزاءها في الأيام القابلة. أستاذنا الكريم في نصف دقيقة إذا تكرمت علينا، ماذا تجد؟ حل القضية الفلسطينية فقط يعتمد لخيار واحد، هي أن تقوده أو يقوده قيادة إسلامية. لو لم يتمكن القيادة الإسلامية يعني من ذمام هذه القضية لا يمكن حل هذه القضية، يعني هذه القضية لا يحل إلا بالقيادة الإسلامية، إلا ببعدها العربي والإسلامي وعودتها إلى محضنها الطبيعي. الأستاذ مصطفى أحمد أوزيان الكاتب والصحفي والمحلل السياسي التركي، نشكرك جدا على وجودك معنا وعلى هذه الإضاءات المعرفية، ونتمنى أن تكون ضيفا على برنامجنا. أعزائي المشاهدين، بعد هذه الجولة العاصفة بالآراء نحملكم إلى فضاء الكاريكاتور. تنشط الهيئات السياسية والدبلوماسية في تركيا في مد جسور التواصل والتلاقي والتعاون ما بين تركيا ودول الجوار، أو ما بين تركيا والدول التي تتقاسم معها تاريخا أو ثقافة أو حضارة مشتركة عبر القديم. زيارة رئيس الوزراء التركي السيد رجب طيب أردوغان إلى مقدونيا إلى البلقان، هذه الزيارة بدلالاتها نستقرئها في تقريرنا الآتي. تنشط الهيئات الدبلوماسية والسياسية في تركيا من أجل مد جسور التلاقي والتعاون المشترك مع العديد من الدول الصديقة والمجاورة لتركيا. على امتداد التاريخ كان للبلقان أهمية خاصة في الفهم العثماني، وكانت الروابط التي جمعت شعوب البلقان المختلفة مع الإمبراطورية العثمانية تمثل لوحة من لوحات التجانس والتكامل المعرفي والديني والحضاري والجغرافي في فهم فلسفي للسياسة والاقتصاد. الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء التركي السيد رجب طيب أردوغان تعتبر حلقة في سلسلة العلاقات القوية التي ربطت البلاد ببعضها، وهي محطة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية في قادم الأيام أيضا، لا سيما في ظل ما تتعرض له بلاد البلقان من قلاقل مصطنعة ومحاولة تشتيت الوجود الثقافي والديني الذي يتمتع به شعب البلقان على اختلاف مكوناته ومسمياته وطوائفه وأثنياته. هذه الزيارة التاريخية بكل ما رافقها من حضور فعلي للسياسة والاقتصاد والتطبيق الثنائي بكل ملامحه تعتبر خطوة جريئة من تركيا باتجاه إثبات حضورها ودعمها لدول البلقان المسلم، وتأكيد ثباتها على مستوى الشعب والقيادة السياسية على التعاون المشترك. وسط اهتمام بمجالات العطاء السينمائي وتدافع المنتجين والمخرجين على صياغة هوية الثقافة من خلال العمل الوثائقي، تحتفي تركيا بمهرجان الأفلام الوثائقية تحت عنوان ألف فيلم وفيلم، المهرجان وفعالياته بعد قليل في الألوان السبعة.
وإلى فاصل إعلاني قصير نعود بعده لاستكمال جولتنا مع حضراتكم، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم مجددا. تعتبر صناعة تكوين وتلوين الزجاج من الصناعات والحرف التقليدية المشهورة عالميا، وهنا في تركيا تأخذ بلمساتها الإبداعية التي تصوغها أنامل المحترفين لمسة وفاء من رحم التاريخ إلى المستقبل. لا زالت حافلة بالعطاء وتزين البيوت بزخارفها وأشكالها الجميلة. تقرير زميلنا مصعب صبح ويحملنا إلى أفضاء تشيشم بلبل أو فن تلوين وتكوين الزجاج. تشيشم بلبل يعرف في علم الكيمياء بماء الزجاج أيضاً. أغلبية الأوعية المخصصة لتحمل السوائل معدة أيضاً من محلول هذا السائل. تتحول الأنفاس بالصبر والمحبة إلى ماء الزجاج الذي هو رمز لاتحاد الماء والزجاج معاً. الزجاج أداة تمتلك سحراً لا مثيل له. تتراقص المادة في ظرافة ورشاقة ويتحول إلى فن أصيل أثري فاق الحدود على يد المهرة المبدعين. ويعرف تشيشم بلبل أيضا بأنه أكثر المنتجات الزجاجية التراثية الفنية شهرة. تشيشم بلبل هو الاسم التركي لتقنية فيليجرانو، وبقية تقنيات فيليجرانو موزعة على مراكز صنع الزجاج في مختلف دول العالم. تشيشم بلبل هو نتاج ورش العمل في منطقة الأناضول. وبالرغم من دخول الصناعة الحديثة للزجاج، فإن الحرفيين في هذا المجال يواصلون عملهم الفني بدون انقطاع. تشيشم بلبل تقنية تحتاج إلى مهارة عالية. كل مرحلة من صنع هذا الزجاج تحتاج إلى دقة عالية وزمن قصير حتى ينجز، وهذا العمل لا يقبل الخطأ بتاتا، إذ إن الخطأ لا يمكن تصحيحه فيما بعد. وبسبب ذلك فإن على الصانع أن يتتبع الخطوات والقواعد بدقة متناهية. منتج الزجاج بعد ذلك يصبح ذا أهمية كبيرة، إذ إنه يحتاج إلى المهارة والدقة في أعلى مستوياتها. وسط اهتمام بمجالات العطاء السينمائي وتدافع المنتجين والمخرجين على صياغة هوية الثقافة من خلال العمل الوثائقي، تحتفي تركيا بمهرجان الأفلام الوثائقية تحت عنوان ألف فيلم وفيلم. المهرجان وفعالياته بعد قليل في الألوان السبعة. وإلى محطة من محطات التاريخ العابقة بالذكريات، تكية الأوزبك التي تعرف أيضا باسم آيا صوفيا الصغرى، محطة فارقة من محطات التاريخ. خرجت عن كونها بيتا صغيرا لتكون مقرا لربط الجمهوريات التركية في أحلك الظروف. الزميلة رشيدة الفطماوي تطلعنا على المزيد.
أسس الحضارة الإسلامية ورفع بنيانها أشخاص ناقشوا التاريخ ببصماتهم وبطولاتهم وإنجازاتهم كذلك، فلهم أثر جليل وأثر في الجهاد في سبيل الله تعالى وفي تعليم العلوم الشرعية ونشرها. ولا يمكنني في هذه العجالة أن أذكر جميع إنجازاتهم، لكنني أغتنم الفرصة في المكان الذي نتواجد فيه، ألا وهو تكية الأوزبك. تم تشييد تكية بخارى للأوزبك الواقعة في مرتفع الشهيد محمد باشا بقضاء قادرجة بجوار السلطان أحمد في اسطنبول عام 1692 من قبل إسماعيل أفندي دفتردار المسؤول عن الأمور المالية في اسطنبول، وكان أول شيخ للتكية هو سليمان أفندي. صارت التكية متهالكة بالية مع الزمن، وتم ترميمها عام 1887 من قبل سلطان ذاك العهد عبد الحميد الثاني، وتم تخصيص مبنى للرجال ومصلى وغرف سميت بغرف الدراويش الأوزبكية مقاسمة مع عائلة الشيخ. في مجمع التكية قسم المصلى الواقع في أقصى الجنوب فوق المطبخ مباشرة، وقد شيد من قبل السلطان عبد الحميد الثاني عام 1900 بدعم من رئيس وزراء أوزبكستان وقت ذاك إستانكول بيه. القصر العثماني اعتبارا من القرن الثامن عشر كان على علاقة وطيدة مع شيوخ التكية الأوزبكية، وكان لهم دور التواصل بين الإمبراطورية والسيادات التركية في الشرق الأقصى. تكية بخارى للأوزبك احتضنت في عهد الجمهورية التركية منظمات كثيرة، منها جمعية شباب تركستان، جمعية التعاون الاجتماعية والثقافية للتركمانستانيين. عند تكية بخارى للأوزبكيين مقبرة صغيرة يرقد فيها شيخ التكية يحيى أفندي والشيخ محمد سعيد أفندي وممثلي الأتراك الأوزبكيين في اسطنبول الذين جاءوا كضيوف للتكية. أيا صوفيا الصغيرة، تكية الأوزبكيين تواصل مهمتها اليوم بأشكال وطرق مختلفة. تقدم التكية اليوم خدماتها تحت اسم مركز اسطنبول للتصميم، وتهدف إلى تربية أجيال متعلمة. فعالياتنا في هذا الوقف متنوعة، فهي تشمل تعليم التصميم المعماري الحديث، وهناك ورشة عمل للتصميم الصناعي، هذا بالإضافة إلى ورشة لتعليم الخياطة ودورات لتعليم الحاسوب، بما في ذلك شبكة اليوتيوب والتصميم الفني. أما بالنسبة للطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، فنحن نوفر لهم دروس تقوية في هذا المجال. تكية الأوزبك المتواجدة في أحد الأحياء القديمة من مدينة إسطنبول يديرها حاليا وقف الإنصار. هذا الوقف يهتم بإعطاء دروس في فنون مختلفة، منها فن التذهيب، فن الخط، وفن الرسم التصغيري. نتمنى أن تكون هذه المعلومات قد أفادتكم. وإلى تظاهرة كبرى، تظاهرة سينمائية عالمية احتضنتها إسطنبول مؤخرا. نتحدث عن جهد مكثف تكاملي وشمولي استهدف بالتعاون ما بين السينمائيين الوثائقيين وبلدية من بلديات إسطنبول، تعزيز مكانة السينما وتعزيز دور السينمائيين الوثائقيين في مشهد الحياة أرشفة وصياغة للواقع وللتاريخ. هذه التظاهرة السينمائية الكبرى بالمهرجان الذي احتضنته، يسعدنا أن نناقش هذه المحاور التي سنطرحها على ضيفنا العزيز الذي هو مدير الهيئة المشرفة ورئيس الهيئة المشرفة على هذه التظاهرة، الأستاذ مصطفى أونلو. أهلا وسهلا بك معنا في برنامج الألوان السبعة. أهلا وسهلا ومرحبا، شكرا لكم. دعونا أعزائنا المشاهدين نستقرئ واقع هذا المهرجان السينمائي الوثائقي بتقرير مبدئي، ثم بعد ذلك نبدأ بطرح أسئلتنا على ضيفنا الكريم.
في المؤتمر الصحفي الذي نظمته بلدية بيول، أعلن رئيسها أحمد مصباح دميرجان عن بدء فعاليات مهرجان الأفلام الوثائقية الدولي 14 ألف فيلم وفيلم، الذي ينظمه اتحاد السينمائيين الوثائقيين بمشاركة وزارة الثقافة، وتستضيفه بلدية بيول في إسطنبول. شارك في المؤتمر الصحفي إلى جانب رئيس البلدية دميرجان، رئيس اتحاد السينمائيين الوثائقيين حسن أوزجان، ورئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان مصطفى أندو، حيث أكدوا جميعا على أهمية الأفلام الوثائقية في بث روح البحث والعمل وتوثيق الأحداث والارتقاء بالحالة الفنية بشكل عام. الوثائق والتسجيل الوثائقي مهمان جدا في كل لحظة من حياتنا، فإذا نظرنا من هذه الزاوية وعرفنا أهمية الوثائق في حياتنا فيجب أن نقدرها أكثر، ويصبح منطقيا ومطلوبا أن ننشئ حالة ثقافية جديدة تستلهم روحها منها. يشارك في المهرجان الذي يحمل هذه السنة اسم المنحصرون في المساحات الضيقة 70 فيلما، 23 منها من تركيا و47 منها من خارج تركيا من مختلف دول العالم. صرت تحس انه ما هي صار حر طليق، بس انا بعدني. هذه السنة تقدم للمهرجان 530 فيلما، وهذا رقم مهم جدا، وكون المهرجان غير تنافسي ولا يقدم الجوائز يجعل من هذا الرقم أهم وأكبر، فالاهتمام بالمهرجان من مختلف دول العالم يزداد عاما بعد عام. كما كان الجديد هذا العام عرض 8 أفلام وثائقية خاصة بالأطفال في الفترة العمرية بين 7 و15 عاما، بهدف تعميم ثقافة التسجيل الوثائقي لدى الجيل الجديد، ذلك التسجيل الذي يسجل الوقائع مع الحفاظ على لمسة الإبداع الذاتي. لبرنامج الألوان السبعة، سعيد الحاج، إسطنبول. ومعنا الأستاذ مصطفى أونلو، رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان. أستاذنا، نجدد ترحيبنا بحضرتك. فكرة هذه المهرجانات السينمائية فكرة إبداعية لاحتواء الجهد ولتعزيز مكانة السينما الوثائقية تحديدا. هذا المهرجان تميز هذا العام بكونه مهرجانا احتضن جهودا وثائقية سينمائية من داخل تركيا وخارجها، مئات الأفلام تم عرضها على اللجنة. رسالتكم من خلال هذا المهرجان، ما الذي أردتموه من هذا المهرجان أستاذ مصطفى؟ أولا كما تفضلت وقلت إن المشاركين كانوا كثيرين، 530 فيلما تقدم لهذا المهرجان وقبل منها 70. ماذا أردنا من هذا المهرجان الوثائقي؟ لا شك أننا أردنا أن نعمل. نحن طبعا هذا المهرجان هو 14 من نوعه، ولا شك أن مكانة إسطنبول في منطقة تقع بين قارتين اثنتين، وكل هذه الأمور نقول مع الأسف الشديد طبعا أن هذه المنطقة التي تعتبر في قلب المنطقة الساخنة، نحن نتحدث عن منطقة ربما وإقليما يملأها الأزمات من كل جهة. نحن عندما حققنا هذا المهرجان أردنا أن نتحدث عن جميع أنواع الوثائقيات في العالم من أجل أن يعبروا عن نفسهم ويعبروا عن آرائهم وأفكارهم. هذا هو كان بداية الطريق. أردنا أن نوصل هذه الرسالة إلى الجماهير، هذه كانت هي رسالتنا، وأصبح هذا المهرجان الذي وصلنا إلى هذه النسخة فيه. المحصورون في الزوايا الضيقة، هذا الاسم الذي حمله المهرجان لهذا العام، ماذا قصدتم به؟ نعم،
كما تعلمون في مثل هذا اليوم إن موضوع التواصل والمعلومات والإعلام وشبكة الاتصالات الإنترنت التلفزيون أصبح عالمنا سريعا للغاية. طبعا نحن عندما نتحدث عن سرعة في هذا العالم فإننا نتحدث ربما كذلك عن الخوف وعن العنف وعن مظاهر جديدة في الحياة. أصبحنا نشاهد أكثر مما كان في السابق، وأصبحت هناك تنافس وتسابق في المعلومات. نحن نريد أن وأصبح لدى الناس أيضا ضعف في الرؤية وضعف في النظر وضعف في الاستماع. طبعا الإعلام ربما هو الموجه بطريقة يريدها أو يتعمدها أو لا يتعمدها. عندما نتحدث عن السينما الوثائقية نحن نتحدث عن الأمور التي ربما يغض الطرف عنها الكثير من الناس. نحن نبحث عن أمور ربما لا تخطر على البال كثيرا في عالم الوثائقيات، نحاول أن نظهر هذه الأمور إلى الناس. هذه الأمور وهذه الحقائق التي ربما يريد بعض الناس أن يغض الطرف عنها أو أن يعتبروها كأنها لم تكن، فلا شك أن هذه الوثائقيات ضمن هذا الإطار أمر مهم للغاية. أكيد هناك نقطة لافتة في هذا المهرجان أستاذ مصطفى، عندما نتحدث عن مهرجان لا يوجد فيه جائزة تقديرية، مهرجان ليس تنافسيا بالمعنى المعروف. عادة ما يهرع المنتجون والمخرجون إلى الحصول على الجوائز والألقاب المعينة، ولكن مهرجان غير تنافسي يعقد للمرة 14 ويقدم إليه 530 فيلما من داخل تركيا وخارجها. كيف تصف لنا هذا الإقبال الكبير؟ أستطيع القول أن هذه المسألة، هذه الأفلام ربما لها كانت لها علاقة بشكل مباشر في قضية اختيارنا لهذه الأفلام. عندما نتحدث أيضا عن أعضاء في هذا النادي الذين يقومون باختيار هذه الوثائقيات، اللجنة التي قامت وعملت من خلال مجموعات متعددة، نحن من أيضا أردنا أن ننظر إلى الجانب إلى الجانب السينمائي في الموضوع، وكذلك إلى موضوع آخر. تحدثنا عن عمق الثقافة، تحدثنا عن الأبعاد الثقافية والاجتماعية، تحدثنا كذلك عن العمق التاريخي لهذه الوثائق. هذه كانت ربما المعايير الأساسية التي من خلالها قمنا باختيار هذه الأفلام. كان هناك الاختيار عملية نزيهة للغاية، ولا شك أن المشاهد والمشارك في هذا الاختيار في هذا المهرجان لاحظ هذا الأمر. أعذرني المقاطعة، ولكن الفرز والتمحيص كان دقيقا، فإذا نظرنا إلى 530 فيلما تم حصرها في 70 فيلما، 23 منها من تركيا و47 من خارج تركيا. نحن نتحدث عن بعض شواهد هذه النزاهة، دعني أسميها، في فرز هذه الأفلام وتقييمها. نحن نتحدث عن 23 فيلما من تركيا و47 من الخارج، نتحدث عن مهرجان عالمي. ألا ترى أن مثل هذه المهرجانات تؤسس لتبادل ثقافي معرفي إيجابي بوصفك رئيسا للجنة التنفيذية لهذا المهرجان؟ نعم، هدفنا هذا الذي تفضلت وتحدثت به. جاءنا عدد كبير من الأفلام، وكان هناك المشاركة من الخارج كبيرة للغاية، ولا شك أن أهداف المهرجان يعني نحن أردنا أن نخطو خطوات إلى الأمام في هذا الوقت الراهن، وقمنا بعقد عدد من الاجتماعات كذلك في الخارج. كل هذا الأمر من أجل السنوات القادمة. نحن أردنا أن نجمع الوثائقيين
في العالم مما يهتمون بمثل هذا اللون وبهذا المجال، وكذلك أردنا أن نتحدث عن مضمون هذه الوثائقيات، إلا أنه في السنوات القادمة سنحاول أيضا أن نجعل من فعالياتنا مساهمة مباشرة في إنتاج أو دعم الأفلام الوثائقية من أجل التكاتف والتعاضد فيما بيننا، سواء كان هذا الأمر مع الدول العالم العربي أو شرق البحر الأبيض المتوسط أو بلاد البلقان أو وسط آسيا. نجمع كل المخرجين الوثائقيين في هذه البلاد، نريد أن ندعمهم في أعمالهم وأن يجعل بينهم وبين إخوانهم من الأتراك تواصل بشكل مباشر، وأن نجعل لبعضنا البعض مصادر للتوثيق. لا شك أننا استطعنا أن نخطو ربما الخطوات الأولى في هذا العام، ولا شك أن قناة ترت العربية نحن نتمنى منهم أن يشاهدوا هذا المهرجان، وكذلك خاصة أولئك الذين يهتمون بشكل مباشر بالأفلام الوثائقية. هي لمسة إبداعية من لمسات العطاء السينمائي، ولكن عندما يلتقي اتحاد السينمائيين الوثائقيين في تركيا مع بلدية كبيرة بوزن بلدية بيوغلونا في تركيا، ألا ترى أن هذا التحالف الثنائي أثمر تنظيما دقيقا يمكن مكنكم على أقل تقدير من الاستفادة من الأخطاء والإيجابيات أيضا بقراءة تاريخية للمهرجان في دوراته السابقة 14 الآن؟ هل هذا الانسجام والتكامل ما بين الاتحادات والنقابات والبلديات أثمر أو عزز من مكانة المهرجان برأيك؟ لا شك في ذلك، لأن مثل هذا الأمر نحن لم ندعي أن هذا المهرجان مهرجانا فقط للفرجة أو لإظهار المكانة، نحن أردنا حقيقة أن يكون مصدر الدعم، لأن الفيلم الوثائقي يعاني الكثير في العالم، يعاني من مصادر التمويل، يعاني من عدد من الأمور. ولا شك أن بلدية بيولو في إسطنبول لا شك أنهم قدموا لنا الدعم الكافي، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لنا، وكذلك الدعم المباشر من وزارة الأوقاف هو أمر مهم للغاية كذلك بالنسبة إلينا. ويوجد هناك أيضا من منطقة رأس الخيمة المنطقة الحرة هناك، وإن كان الدعم بشكل بسيط إلا أن هذا الدعم المعنوي الذي تلقيناه منهم أمر مهم، وكذلك الشركة الألمانية المختصة بالأفلام الوثائقية التي قامت بدعمنا كذلك دعما معنويا. لا شك أننا نشكر بشكل عام جميع أولئك الذين قد اهتموا بهذه الأفلام الوثائقية، والذين حقيقة لا يريدون في نهاية الأمر إلا الدعم الاجتماعي، لأن هذه المهرجانات ليس له مربح تجاري وإنما هو له بعده الاجتماعي فقط لا غير. أستاذ مصطفى أونلو، عندما نتحدث الآن عن ترتيبكم لهذا المهرجان واستفادتكم من الدروس السابقة، كان لافتا في هذا المهرجان وجود 8 أفلام متعلقة بالأطفال. نحن نتحدث اليوم عن شكل جديد لهوية السينما الوثائقية. هل تريدون أن تؤصلوا هذه الثقافة في الأطفال؟ هل تريدون أن تركزوا على هذه المشاكل؟ هل تريدون أن تربطوا السينما الوثائقية بالواقع بصورة شرائح مجتمعية متفرقة؟ هل هذا موجود لديكم؟ عندما نتحدث عن السينما الوثائقية لا شك أنه مجال رحم ومجال حركي بشكل كبير، ولا شك أن عندما نتحدث عن السينما بشكل عام ونتحدث عن عملية الإصلاح والتحديث والتجديد في هذا المجال
وأيضا مواكبة السينما للمستجدات التقنية والمستجدات البصرية. الآن في حياتنا الإنترنت وفي حياتنا التليفونات المحمولة، كل هذه الأمور التي تدخل السينما بشكل واقع وبشكل صارخ في هذا الأمر. لا شك أن الأفلام الوثائقية يوجد عدد من المختبرات التي نقوم فيه لاستخدام وسائل الاتصال الحديثة وكذلك وسائل الإقناع الحديثة. كل هذه الأمور سواء كان من خلال كتابة السيناريو أو من خلال المحادثات التي تتم، كل هذا الإنتاج الحديث الذي يعرض سواء كان في عالم الأطفال أو سواء كانت في عالم الكبار، الأمر لا يهم. المهم هنا سواء في تركيا أو في منطقتنا بشكل عام، لا شك أن الأفلام الوثائقية يجب أن تتواءم مع المستجدات التي يعيشها واقعنا المعاصر. بالتأكيد، ونحن بدورنا نتوجه لكم بجزيل الشكر على هذا الجهد الحقيقي وعلى إثراء الواقع السينمائي الوثائقي وربطه بالواقع، ولطالما احتاج المجتمع التركي والمجتمعات العربية والمجتمعات عموما إلى لمسة إبداع حقيقية في عالم السينما الوثائقية، أرشفة للتاريخ وأيضا تذكيرا للأجيال وبناء لها على لمساتها الإبداعية. الأستاذ مصطفى أونلو رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان ألف فيلم وفيلم، نشكرك جدا على وجودك معنا، وندعوك مع أعزائنا المشاهدين إلى متابعة لوحتنا الكاريكاتورية الثانية التي نترككم معها كالعادة بلا تعليق. على قيثارة الأشواق غنى كنار الحب قد حل الوداع. وصلنا إلى نهاية جولتنا معكم أعزائنا المشاهدين، لا تنسوا عناوين التواصل وأهمها على الفيسبوك وعلى يوتيوب وعلى موقع فيمو. لا تنسوا أن تكونوا فاعلين في اختيار الموضوعات التي تريدون أن نطرحها على مائدة برنامجكم اليومي الألوان السبعة تركيا من الألف إلى الياء. بانتظارنا بموعد جديد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.